الوطن الهدف. نقطة أخيرة بما ذكرت أخيرة، احنا الآن نعاني، هو الهدف اللي نسعى له ونسعى له والكل يسعى له، احنا نعاني الآن من غياب أو أزمة غياب قدوات. فإذا كان في المجتمع إظهار النماذج الإيجابية، الطفل النشأ الجيل الجديد يوم يشوف الاهتمام لمثل هؤلاء ويشوف الناس متكاتفين عليهم ويسعون لهم يقدمون لهم ويفتخرون فيهم، يقول أنا بيصير مثلهم. يا سلام يا عبد، هنا يكثرون النماذج الإيجابية ويصير لهم الأثر حتى على المجتمع، على الفرد، على أمامنا نهضة، أمامنا رؤية.